يعني في الأخبار أن الشيطان يبعث أعوانه إذا الإنسان كان في يعني مرضه الذي يموت فيه، فتأتي أعوان الشياطين في صور أحبائه وجلسائه، فيقولون له مثلا مت على اليهودية أو مت على النصرانية، يجتهدون عليه يعني الشياطين. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذا العبد خيرا ثبته على لا إله إلا الله، يعني إذا وأيضا هذا العبد الذي اجتهد في الدنيا على دينه وعمل لهذا اليوم وسأل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم، وكما جاء الإمام أحمد كان في سكرات الموت يقول لا لا لا، فقالها أكثر من مرة، فقال له يعني ابنه عبد الله لماذا تقول هذا يا أبتي؟ فقال الشيطان عند قدمي عاض على نمله يقول فتني يا أحمد، فيقول لا 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 يعني ليس بعد حتى أموت. فالدعاء المعروف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، قيل أن هذا الدعاء يعني يدعوه الإنسان لأجل هذه اللحظات، لحظات يعني الموت والسكرات، لأن عند هذه اللحظة الإنسان إما يبشر بالجنة وإما يبشر بالنار والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ورضوانه، ونعوذ بالله من النار ومن عذاب